الراديو 90-90 هواها مصري. مشوار طويل مش وصاحب رحلتنا النهاردة. محطة طفولته كانت في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، المكان اللي اتولد فيه لأسرة أصولها صعيدية. وهو طفل كان بيتألم قدام أي إنسان بيحط إيده على قلبه ويتوجع من المرض. ولما كبر الطفل صاحب القلب الحنون على خلق الله شد الرحال للقاهرة ودخل كلية الطب. بعدها تخرج وبدأ رحلة تخفيف ألام القلوب في لحظة حنان أكبر مع اللي حواليه. قرر يسافر يتعلم أكتر ويمسك بإيديه أدوات أكبر للعلاج. نجح في الخارج بصورة مدهشة. الإعلام العالمي اتكلم عن الطبيب المصري اللي أعاد أمجاد الطب الفرعوني. بس قلب صاحبنا ده كان دايما على مصر. أصل البلد دي كده عشقها بيجري في دم أهلها. حس إن بلده أولى بخيره وأحق بعلمه. عمل مشروعات خيرية كتير كان عينه فيها على الإنسان والإنسان بس، بعيد عن لونه أو جنسيته أو عقيدته، عشان الناس سواء في الألم. زي ما هم سواسية في الحياة والموت، هم أيضا سواء في الألم. يا ترى عرفتوا مين صاحب شخصية النهاردة؟ مجدي يعقوب نشأ وسط أسرة طبية. أبوه كان طبيب، ولأن الولد هو سر أبيه عاش أمير القلوب حالة إعجاب مدهش بوالده وبالدور اللي كان بيقوم بيه في تخفيف ألام الناس. كان عمر الدكتور مجدي يعقوب ساعتها 5 سنين لما دخل على أبوه في يوم ولقي أبوه بيبكي. سأله بطفولة عن سر بكاه. الأب رد وقال له أن أخته الصغيرة اللي هي عمة الدكتور مجدي ماتت بروماتيزم في القلب، وقال له أنها كان ممكن تتعالج في إنجلترا. سكت الطفل ساعتها وبدموع أمينة ومخلصة وعد والده أنه يدرس الطب ويسافر لإنجلترا ويشتغل في نفس المستشفى ومع نفس الدكتور اللي كان ممكن يعالج عمته. الوالد قابل كلامه بنظرة استغراب، قابلها مجدي يعقوب بنظرة ثقة، وقدر خلال رحلته أنه يوفي بوعده لأبوه. وبإيديه الساحرة أنقذ آلاف المرضى اللي وجع المرض قلوبهم. مجدي يعقوب الإنسان الجميل أمير القلوب اللي أصبح علامة مسجلة على الإنسانية الحقيقية، الإنسانية اللي ما بتفرقش ما بين بني آدم والتاني، الإنسانية اللي عارفة معنى الألم وعارفة دور الطبيب في تخفيف أي ألم لبني آدم. حادثة عجيبة جدا حصلت الدكتور مجدي، حكاها هو بنفسه عن شخص اتحط تحت ايديه عشان يعالجه. تخيلوا الشخص ده كان ايه؟ ده كان ولد متهم في عمليات ارهابية، ارهابي قام بعمليات تفجيرية. اثناء ما الولد ده كان بيتحاكم في المحكمة ظهرت عليه اعراض مرض خطير في القلب. المحكمة قررت نقله للعلاج تحت اشراف امير القلوب. الدكتور مجدي يعقوب اتعامل معاه كمريض ونسي الاتهامات الموجهة ليه كإرهابي. ساعتها قال أنا مش قاضي، لما سألوه طبعا، والمريض مش في محاكمة، هو مجرد إنسان بيتألم ومحتاج علاج، واجبي أعالجه وبعد كده القضاء يحكم عليه. شفتوا إنسانية أكتر من كده؟ الله واحد والإنسان واحد، والبشر اللي بتفرقهم دروب الحياة دايما بتجمعهم سكة الألم. المسيح عليه السلام كان بيعالج كل من يحتاج علاج، وكان بيمسح على رأس الحزانة والمتألمين ويردد طوبى لودعاء الروح. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحن على كل روح إنسانية بغض النظر عن الدين أو اللون أو الفقر أو الغنى. كان بيقول للصحابة أليست نفس؟ أليست روح؟
جوه قلب مجدي يعقوب اترسخت كل القيم الإنسانية الأصيلة اللي ورثها المصريين عن أجدادهم من آلاف السنين. حب بلده وعشق ناسها وجعل رسالته في الحياة تخفيف ألمه. اليومين دول ناس كتير بتتكلم عن الجيش الأبيض الصامت في مواجهة فيروس كورونا. تفتكروا لو حبينا نحدد موقع لمجدي يعقوب جوه الجيش ده نختار له موقع ايه؟